مزيج ما بين البطولات. نتمنى بأن هذا المزيج أن يعطينا منتخب قوي. عادل تعرام تهيئ الكرة، مروان الشماخ، هدف، هدف لمروان الشماخ. ولكن يا سلام لو كان هذا الهدف في مقابلة رسمية، يا سلام يا مروان. صراحة اسم مروان الشماخ ارتبط كثيرا باسم المنتخب المغربي في المباراة التاريخية ضد المنتخب الجزائري. نتمنى بأنه لاعب بوردو الفرنسي. الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى. مروان الشماخ لم يكن في موقف تسلل، كانت عملية ممتازة ما بين بارك مصطفى، عادل تعرمت، ومروان الشماخ. أقدر مشاعر الجمهور المغربي والتي صراحة ما زالت